أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من المملكة الأردنية الهاشمية. اخترنا لكم السيد عزام أبوصفيه، مؤسس وصاحب أبوصفيه جروب ومجموعة أبوصفيه. بداية أسعد الله أوقاتك سيد عزام. أسعد الله أوقاتك. سيد عزام، في بداية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر على حضرتك. من هو عزام أبوصفيه مع حفظ الألقاب؟ عزام أبوصفيه هو مهندس ميكانيكي ثيرمال باور، تخرج من جامعة نيويورك 1982. كملت الماستر ديجري في سان جوزيه في كاليفورنيا. بدأت أول أعمالي بالإمارات بال 1997. عملنا الشركة الأولى في الإمارات، وهي ما كان في عندنا الووتر سبلاي كان تراديشنال اللي هو الكوبر بايبس والميتال بايبس. جبنا طبعا معانا، احنا الفرع الاول كان بالاردن والان موجود أبوصفيه التجاريه، جبنا الووتر سبلاي اللي هو البلاستيك ووتر سبلاي سيستم اللي هي لتمديد الشبكات المياه البارده والساخنه. فكان بالنسبه للامارات بهذاك الوقت او بدبي كان فكره جديده، ايش جديد انك تستعمل البلاستيك للهوت ووتر اللي كانوا يستعملوا بهذاك الوقت الكوبر بايبس. وبعدها تطورت اعمالنا، كنا نستورد معظم الماتيريال المواد من عندنا من امريكا، من المانيا ومن ايطاليا ومن تركيا. وتطورت اعمالنا شوي شوي، بعدين صار السوق كان بومينج وواعد كثير، لكن صار في عندك مشاريع تطلب برايس وايز اورينتد بروجكتس. فقمنا بنفتح مصنع عندنا للووتر سبلاي بالامارات، وهو كان اول مصنع لصناعة الأنابيب البلاستيكية والفيتينجز اللي هي تبعت البيكس والبي بي آر. وبعد المصنع انتشرنا كمان أكثر وأكثر وطورنا شغلنا، صنعنا الدرينج بايب اللي هو بسموه سايلنت بايب، وردنا كل نخلة دبي، نخلة جميرة كلها. هذا بيعتمد على أنه نسبة الصوت بالدرينج بالتصريف الصحي بيكون واطي جداً، وبيكون زي معزول اوتوماتيك من الرو ماتيريال اللي بنستعملها. وكان لنا كمان بصمه بالامارات انه احنا اول ما جاب السايلنت درينج سيستم للامارات. جميل جدا. طورنا كمان شوي، بلشت الطاقه المتجدده. فاحنا الان في عندنا شركه اسمها رينيرجي، من اكبر ثلاث شركات في الامارات. احنا وكلاء بورش وعندك شركات اوروبيه في صناعه الطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده. واول مدينه اشتغلناها هي المدينه المستدامه ذا سستينبل سيتي، وردنا حوالي عملنا حوالي 10 ميجا وات من الكهرباء، وسخنا كل ميه المدينه بالسولار سيستم بالطاقه الشمسيه. ما شاء الله، جميل جدا. يعني طوال هالمسيره وهالفتره الطويله سيد عزام بدوله الامارات اكثر من 25 عام، اليوم شو الشيء اللي بيميزكم بمجالكم؟ اكثر شيء بيميزنا انه احنا دائما بنتابع التطور، شو في جديد عم بنتابعه. يعني لما بدي اجي اقول لك مثلا بالسولر انرجي او بالسستينبل انرجي، احنا من الشركات اللي هي المتقدمه جدا بالامارات بكل شيء جديد، من الخلايا الشمسيه مثلا بلشت ب 200 واط، الان احنا نمتلك خلايا شمسيه بنفس المساحه بتورد لك 400 واط لكل خليه، كان بالقديم 200 واط. قللت المساحة اللي بتحتاجها أنت لتولد طاقة الشمسية. جميل جدا. هذه يعني واحدة من الميزات. في شغلات كثير اللي قلت لك السايلنت بايب، هذا الدرينج بايب صناعة محلية، كان أول يجيبوه من ألمانيا، إحنا وردنا جزء منه، كنا عاملين جوين فينشر مع شركة. التصنيع هون عندكم بدولة الإمارات. إحنا بلشنا بال 2007 جوين فينشر مع شركة ألمانية اسمها أوستندور. وبعد فترة أخذنا حق التصنيع للأنابيب بمصنعنا براس الخيمه للسايلنت بايب. الان انتجنا منتج كامل سايلنت بايب درينج سيستم، صناعه اماراتيه 100%. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. وباسعار منافسه جدا، هذا مهم جدا. يعني مش بس كواليتي، عندنا ابروفل من يو كي، عندنا ابروفل كمان من جرماني لمنتجاتنا. ما شاء الله، بنتمنى لكم يعني دوام التميز والتقدم والنجاح ان شاء الله سيد عزام. سيد عزام، حابين ايضا نتعرف على الرؤيه المستقبليه لحضرتك لتطوير مجموعه أبوصفيه والاعمال الخاصه فيها، وين نشوفكم ان شاء الله بالمستقبل؟ شو في افكار جديده؟ والله الافكار كثير كبيره وجديده، لكن الان احنا يعني بنضخ دم جديد بالمجموعه.
في ابني معانا خريج سان جوزي ما شاء الله الله يخليه كمل الماجستير بكاليفورنيا كمان عنده افكار جديده بنتي كمان ميكانيكال انجينير ما شاء الله شيز جوينينج اب وعندها افكار جديده للتطوير وللتشغيل ولهذا فالافكار كثير يعني في افكار جديده للتطوير لكن كل شيء بوقته حلو يعني حيجي ان شاء الله يا رب ان شاء الله بنشوفكم على مستوى الوطن العربي والشرق الاوسط وعلى مستوى العالم باذن الله ان شاء الله اكيد سيد عزام اليوم احنا متواجدين بدولة الامارات وكما يعلم الجميع يعني دولة الامارات بتتميز في الامن والامان المتوفر بتتميز بالدعم التسهيلات تقدمها حكومة دولة الامارات اليوم كرجل اعمال شو بيعني لك الامن والامان بدولة الامارات والدعم التسهيلات تقدمها الحكومة اليوم هلا حقيقة احنا كمستثمرين طبعا سافرنا وشفنا الامن والامان اشي مهم جدا لحماية رأس المال انت الان تحت ظل قوانين عادلة تطبق على كل واحد مستثمر داخل دولة الامارات دون اي محسوبيات صحيح اول هذه رقم واحد يعني انا في علي قصص كثيرة انه مثلا شيك رجع لإكس بدناش نقول في مسمى وظيفي عالي بتصل فيه شخصيا بقول لي بليز انه ما تقدم قضيه او ترفع عوده يعني هذا فلوسك بتكون عندك فهذا مثال كبير هذا في بداياتنا اكيد انه القانون هو سيد كل شيء بدوله الامارات العربيه ما في كبير الا القانون صحيح هذا واحد اثنين احنا معفيين من شغلات كثيره يعني ما في ضريبه دخل اعطيني دولة ما بتاخذ منك ضريبة دخل وبتخبي قاعد ميزانياتك احنا ستريت ثلاث نعمة الامن الحقيقية مش بقوة الجيش ولا قوة الشرطة الامن الحقيقي اللي هي الناس كلها كل المغتربين احنا عايشين هنا مع بعض 200 جنسية من كافة الاعراق والجنسيات والديانات وكذا كلهم بيعيشوا بمحبة وحب لهذه الدولة وهم العماء اصلا لهذه الدولة مش بحاجة امن او شرطه تحمينا فاحنا نفس المستثمرين الموجودين لانه القوانين عادله تطبق علينا فاحنا حامين هاي الدوله بالاضافه الى حمايه الدوله اكيد صحيح بحييك طبعا يعني على ايصال الفكره بكل بساطه وسهوله يعني هذا الشيء اسمه السهل الممتنع يعني بحييك نعم صحيح. على هالافكار سيد عزام سيد عزام اليوم طبعا هالأمن والأمان اللي حكينا عنه ما جاء من فراغ إجا من قيادة حكيمة ورشيدة ورؤية ثاقبة لحكام وشيوخ دولة الإمارات اليوم من عزام أبوصفية كيف تحب توجه لهم رسالة شكر؟ والله أعجز عن تقديم أي رسالة شكر لأنه يعجز اللسان عن وصف ما عملته الإمارات هذا كلام حقيقي وليس مجاملة دولة الإمارات في فترة من الفترات كان ثلث كرينات العالم موجودة بدبي أو بالإمارات فهذا التطور أنا شخصياً معلش بجوز أنا متحيز قليلاً لو اجتمعت الأمة العربية كاملة على أن تفعل ما فعلته الإمارات في 10 سنوات بحاجة إلى 100 سنة هذا حقيقة بحكيها لأنه دولة تحترم القوانين تطور القوانين مباشرة ما بتستنى يعني لما بدي أقول لك الدولة إكس قوانينها من 60 للآن ما تطورت في دولنا العربية هذا أنا بأكد لك يا لأنه في أخ محامي كمان موجود في دولة الإمارات في أبوظبي متطورة وتحافظ على دائما الديمومة والأمان فإلها رؤية طبعا من حكامها أكيد يعني إحنا مش بنقول إحنا حتى في أزمة 2008 لما صارت فكانت برضو أزمة مدروسة أو كان طلعوا من الأزمة الحكام دولة الإمارات ممثلة بكل الإمارات بطريقة صحية وفنية واقتصادية صحيحة عشان هيك زادت استثماراتنا وزاد تمسكنا بالاستثمار بدولة الإمارات العربية صحيح صحيح ورجعت أفضل من ما قبل 2008 صحيح بالنسبة للاستثمار صحيح. نتمنى طبعا من رب العالمين انه يديم نعمه الامن والامان على دوله الامارات حكومه وشعبا وايضا كل من يقيم على هذه الارض الطيبه قبل نهايه برنامجنا سيد عزام حابين نعرف الساده المشاهدين على الموقع الجغرافي لمجموعه ابو صفيه وين بدبي وايضا كيفيه التواصل معكم نعم احنا موجودين في دبي انفستمنت بارك
منطقة صناعية تجارية أسست، أتذكر أنا بال 2001، وأول مصنع أنا عملته مع مجموعة جرين كوست سيد عبد الغفار حسين عملناه في الدي آي بي. بعدين أنا نقلت مصنعي لرأس الخيمة لأسباب جغرافية أو whatever. هذه المنطقة قريبة جدا في منتصف بين أبو ظبي وبين دبي، منطقة اقتصادية واعدة وجيدة. عنواننا بس أبوصفيه جروب، وإحنا من 25 سنة بتوقع فيش مقاول أو استشاري بيعرفش مجموعة أبوصفيه لخدماتنا، لدائما إحضار أي شيء متطور لمواد البناء. فشكرا لكم، مش بحاجة نعرف أكثر من هيك عن مجموعة أبوصفيه. أكيد أكيد بالطبع، يعني سمعتكم ويعني بالسوق ما شاء الله عليكم سيد عزام، ومعروفين لدى الجميع. إذن أعزائي المشاهدين، سوف تظهر أرقام وكيفية التواصل ومنصة التواصل لمجموعة أبوصفيه أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد عزام، حابين نتشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال، وإن شاء الله إلنا لقاءات أخرى في المستقبل. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.